الحلوة هذه كانت ونات على واحد نسبة كبيرة المشاهدات وعلى واحد نسبة كبيرة من التطبيقات اللي لحد الآن باقي المتابعات ديالك يصيفطوا لي الصور ديال التطبيقات ديالهم. وحلوة اللي باردة هكا سهلة كتجينا مزيونة هكا خصوصا في هذه الوقيتة ديال الصهد والحرارة. بالنسبة لهذه الحلوة هذه كنحتاجوا أولا كتجينا هذه الحلوة على شكل طبقات، كل طبقة كنوجدوها بوحديسة. غنبدأ أول حاجة بالطبقة الأولى. الطبقة الأولى كنحتاجوا فيها واحد جوج ديال البيضات، كنحتاجوا فيها نص كاس ديال الزيت، دائما كنعمروا بالزيت ديال كاس ديال العنبه، كنحتاجوا معاه نص كاس ديال السكر، كنحتاجوا خماره واحده ما يعادل 8 غرام، كنحتاجوا ياغورت عادي ديال الفاني هذاك اللي الحجم ديالو صغير ديال الفاني، نعم، وكنحتاجوا 80 غرام ديال الدقيق. اييه وعندنا مع الدقيق عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو. نعم كنبداو اول حاجه كنخلطوا البيض مع السكر ثانيه، من بعد كنضيفوا الزيت، كنضيفوا الياغورت، كنضيفوا الكاكاو، وكنبقاو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لنا هذا الخليط ديال الكيك. من بعد غنعملوه في واحد المول الحجم ديالو 25 سنتيم، المول اما نفرشوه بالبابي سولفيريزي او ورق الطبخ، واما كندهنوه بشويه ديال الزيت ونرشوه بشويه ديال الدقيق. كندخلوا هذه الطبقه ديال الكيك، هذه الطبقه اللي كتجينا واحد الطبقه اللي رقيقه لان المقادير ديالها قليله، فحنا عندنا الغرض انها الطبقه تكون رقيقه ما تكونش واحد الطبقه اللي غليظه. كندخلوها من بعد الفران على 180 درجه حتى كطيب لنا الطبقه ديال الكيك ديالنا، كنخرجوها نخليوها تبرد وندوزو تحضير الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه نحتاجو فيها 3 ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، نحتاجو فيها 3 معالق ديال السكر، ونحتاجو فيها 6 معالق كبارين ديال حليب بودره. كنخلطوا هذاك الياغورت مع السكر مع الحليب بودره مزيان حتى كينسجموا لنا، من بعد كنخويوهم فوق من الطبقه الاولى اللي تكون بردت، وهاد المره غندخلوها الفران كنشعلوا عليها فقط عين من الفوق، الفران كنطفوه من التحت ونشعلوا عليها عين من الفوق، كنخليوها تقريبا واحد 7 ديال الدقائق. هاد الطبقه بديك السخونيه ديال الفرن كتجمد ما كتبقاش سائله، حتى كنشوفوا ان ديك الطبقه جمدت بلا ما نخليوها انها تحمر، عين شوفوها جمدت صافي كنخرجوها من الفران ونخليوها على جنب تبرد وندوزو تحضير الطبقه الثالثه. غنحتاجو في الطبقه الثالثه جوج كيسان ديال الماء، نحتاجو معاهم جوج اكياس ديال فلون، اما كنعملو فلون واحد بالكراميل وفلون واحد بالشوكولا، اولا كنعملو بجوج بيهم شوكولا ولا بجوج بيهم كراميل. نحتاجو معاهم معلقه كبيره ديال الكاكاو مسوس، ونحتاجو السكر على حسب الذوق. كنخلطوا هاد المقادير كامله مع بعض في واحد الكاسرول، كنوضعوا هاد الخليط على النار حتى كيوصلنا لدرجه الغليان، من بعد كنجيبوا واحد الصفايه وكننزلوا هاد الخليط في الصفايه فوق من ديك الطبقه الثالثه صافي، وكندخلوا الحلوه ديالنا تبرد في الفران في الثلاجه. كندخلوها الثلاجه نخليوها تبرد مزيان، من بعد كندوزوا واحد السكينه هكا في الجوانب وكنفتحوا ديك المول ديالنا والحلوه ديالنا كتكون واجده. نم نم.